أثناء الأعزاء طلبة المستوى الثالث للصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي المحاضرة الثالثة اللي هتبتدي من شابتر 2. يعني بنقول بس خد بالك من العنوان VLSI Lecture 3 شابتر 2 Objective، ده اللي هو من بداية الشابتر، يعني اللي في الآخر دي عشان تبقى عارف أنت هيبقى فيه 3 محاضرات في الشابتر ده. هتلاقي الكلمة الإكستنشن اللي في الآخر ده هو من بداية المحاضرة، يعني شابتر 2 Introduction to CMOS Circuits. الشابتر Objectives Understand the basic principles of the following: MOS transistor construction, MOS transistor conduction characteristics, MOS transistor switches, CMOS logic circuits. يعني بتبتدي حاجات كده inverter, NAND, NOR, compound gates، وبعد كده circuit and system representation. العنوان 2.2 MOS transistor construction. احنا عايزين خلاص لما هنقول على MOS transistor يبقى نقصد بيه ال NMOS او ال PMOS او ال N device وال P device. بقول لك اهو بتكون من ايه. احنا بنقول MOS دي اللي اختصار ايه، Metal Oxidation or Metal Oxide Semiconductor. تمام، دول بيمثلوا لي 3 layer زي ما هو كاتب كده: conducting, insulating, وsubstrate أو transistor forming materials. عشان هو بقول لك to create like sandwich، يعني حاجة زي كده يعني، واخد بالك؟ إن هو في conducting material ثم insulator ثم substrate. بقول لك التو تايبس اوف ترانزستور اللي ممكن تحصل عليهم ال ان موس ديفايس او ال ان موس ترانزستور، خد بالك يعني ده يمشي وده يمشي، والبي موس ديفايس او البي موس ترانزستور. الستيبس عشان كرييت الاستراكشر بتاع ترانزستور ده هو المنوط بيها هنتعرض في شابتر 4، هتتعرض في شابتر 4 ده الكيميكال بروسيسنج ستيبس دي ايه بالتفصيل بنتعرض ليها في شابتر 4. الفيزيكال ستراكشر بتاع ال N device وال P device ده موجودين في الفيجر 2.1. لو بصينا على 2.1 ايه، بص قدامك اهو ادي الفيزيكال ستراكشر وادي السيمبل بتاع ال N device اهو سكيماتيك ايكون. بص ادي السورس وادي درين وادي جيت وادي الراس السحب اللي داخله لجوه دي، وادي هنا عندي هو كان لسه بقول لك هعمل 3 layer زي ساندوتش كده. ادي الكوندكتنج ماتيريال، ادي الانزليتور، ادي السبستريت اللي هو ايه الموس ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر. تمام كده، ادي كاتب لي هنا الفيزيكال ستراكشر يعني 3 دايمنشن ده. يعني ما نيجي نقول الفيزيكال ستراكشر بتاع الان ديفايس او البي ديفايس ما ترسمش السيمبل ده كده وتمشي، او الواجهه اللي قدامك دي وبس، لا لازم يبقى في الديبث اللي تحت اللي موجود ده كمان. وادي البي ترانزستور. هنا انا بقول ان ديفايس عندي الايه الان ديفيوز اريا اهي دي اوكيبايد بالالكترونز، يعني نشوف ده الكلام ده بعد كده مع بعض اهو. تمام، والبي سبستريت، البي سبستريت انا زي ما كنا بنقول في الانترودكشن لما كنا بنتكلم على الترانزستور والميديوم سكيل والسمول سكيل والكلام ده كله، هذا هو بي سبستريت. ان ديفايس هعمله على بي سبستريت العكس، يعني طالما ان ترانزستور او ان ديفايس انا بعمله على العكس على سبستريت بي سبستريت. لما تروح للبي هتلاقي برضه الثلاثه لير اهو، ادي الكوندكتنج، ادي الانزليتور، ادي السبستريت، بس ايه ان سبستريت، ان سبستريت. والبي ديفيوجنز اللي عليها درين والسورس ده بي ديفيوجنز اوكوبايد بالايه الهولز، وادي هنا الايكون بتاعه وبس راس السهم خارجه لبره. واللي يميز ده عن الان ديفايس البابل الدايره الصغيره اللي موجوده على السيمبل فوق دي. تمام كده، السيمبلز المختلفه عشان ايه، بوست ترانزستور سيمبلز الان موس بالشكل اللي قدامي كده، هنا مش ظاهر عليه حاجه خالص غير درين وسورس وجيت بالشكل البسيط اللي انت شايفه ده، ده السيمبل ده بيستخدم في الديزاين وكده. هنا لو عايز اصل شكل الكارنت بتاع السبستريت داخل او خارج او كده
اللي هو زي ما انت شايف الرسام فرجه. طب البي ديفايس ادي البي موس ديفايس، البابل موجوده اهي على فوق اهي اللي بتميز عن الرسم اللي في اليمين، هذا راس سهم داخل هنا برضه مش باين، يعني مش هتفرق معايا راس سهم تظهر. والسيمبل ده بيستخدم غالبا زي ما بقول في الديزاين، ده بيستخدم عشان يظهر بشكل الكرنت من السورس للدرين او الدرين للسورس. تمام كده. في شكل ثالث بتلاقي راس السهم دي على الرجل اللي هنا دي ناحية السورس كده، يعني يروح جاي حاطط راس السهم في الحتة دي ولاغي السهم اللي في النص ده. هنا برضه نفس الكلام، يحط راس السهم في الحتة دي ولاغي السهم ده. ده اللي هو غالبا مستخدم في الكتب او الليتريتشرز. يعني ايه دول الثلاثة سيمبلز المختلفين اللي ممكن اعملهم للان والبي ديفايس. هنا بيشرح لي الكلام اللي انا كنت بقوله. هنا فور اكزامبل بنتكلم على الان ديفايس، خد بالك لما بنتكلم على الموس ترانزستور يبقى انت لازم هتعرض الان والبي. لو قال لك فور ان ديفايس اكسبلين لين كذا يبقى خلاص هتكلم على الان ديفايس بس، مش محتاج تتطرق للبي ديفايس. لو قال لك فور بي ترانزستور او بي ديفايس اتكلم عن كذا، محتاج تعرض البي ديفايس بس مش هتتعرض للان ديفايس. يبقى واخدين بالنا من حته لما اقول موس ترانزستور لازم تلمس مع الاثنين، لازم تتكلم عن الاثنين. فاحنا بنتكلم على واحد والتاني بنقول ايه، يعني هو ذا سيم تقريبا بنسبة 90%، اختلاف بسيط جدا. تمام. فالان ديفايس اهو بقول لك اول حاجة ايه، بتكون من بي تايب سيليكون اللي هي بنسميها سبستريت او بوزيتيف سبستريت، اللي انا هعمل عليها بقى ايه، كريت عليها ترانزستور اللي هي انا كنت بقول ان ديفايس هعمل على بي تايب سبستريت. وبعدين ترو اريا نيجاتيفلي ديفيوزد او دوب اوكيبايد بالايه، بالالكترونز. تمام كده. اللي بعمل عليهم درين والسورس اللي هي الان ديفيوجن بتبقى بالاخضر في الان ديفايس، وبتبقى البي ديفيوجن في البي ديفايس بتبقى بالاصفر لانه ايه اوكيبايد بال، زي ما هناخد في شابتر 4 الان ديفيوجن الكالر بتاعه بيبقى الاخضر الغامق، البي ديفيوجن بيبقى الاصفر الغامق. الحاجه الثالثه الاريا اللي هي سيبريت ما بين الدرين والسورس الشمال ويمين الان ريجون ايه اللي هي عليها في طبقة الانزليتور سيليكون دايوكسيد اللي هي فوق الايه المسافة ما بين الدرين والسورس. خليك فاكر الثلاثة اللاير اللي احنا اتكلمنا، الموس ميتال اوكسيد سيمي كوندكتور. الاوكسيد ده اللي هو سيليكون دايوكسيد او ان انزليتور، وكوندكتور الكترود كوندكتنج الكترود اللي هو البولي سيليكون. تمام. و او احيانا يسمى البولي بس اللي هو الجيت. يبقى في الخطوه البي بيظهر لي التو ديفيوجنز اريا اللي بعمل عليهم درين والسورس، في الخطوه سي بيظهر لي الايه الكوندكتنج ماتيريال اللي هي بتمثل لي البولي او البولي سيليكون جيت. وادي برضو شكل تاني كده بيوضح لي الان ديفايس، يعني برضه الفيزيكال ستراكشر ده او الترانزستور فيزيكال ستراكشر اهو برضه ثلاثي الابعاد، وقلنا البولي دايما بالاحمر، الان ديفيوجنز بالاخضر. الان ديفيوجن اريا دي زي ما قلنا ايه، خليك فاكر اوكيبايد دي الالكترونز، وهنا الشانل اهو ده للشانل لينس اللي هو المسافه بين درين والسورس. لو قلت حد يفكرنا بيها طبعا لما بنبقى في المحاضرات لايف كده مع بعضينا بتلاقي ناس كويسه كده زيكم بتبقى فاكره ان المسافه بين درين والسورس هي ايه، زي ما خدنا كده في الفيوتشر سايز في التكنولوجي في البروسيس في تشانل لينس ما بين درين والسورس، دي كلها مسميات مختلفه للجزء ده او المسافه دي. وادي عندي البولي اهو اللي بتاع عليه الجيت، وادي السيليكون دايوكسيد اللي هو الرصاصي هنا ده اللي هو بالانزليتور، ثم السبستريت اللي عندي. لو رجعنا شويه في الفيجر اللي قبل كده، بص هنا كان السبستريت هو عامله ايه باللون الرصاصي طبعا، بس انت عارف ان هو اللون الاسود ده اللي هو اللون الاسود عندي هنا ده، ده السيليكون دايوكسيد او الانزليتور. تمام. في حاله الان ديفايس في حاله البي برضه بالديفيوجنز، وادي الانزليتور وادي الميتال اللي فوق دي. تمام. الفيزيكال ستراكشر بقى ان هو يبقى متوصل ازاي في الدايره والحوار ده كله، بص ادي الان ديفايس اهو، ادي الان ديفيوجنز اهي، هو كاتب لك فوق اهي
اللي هي اوكوبايد بالالكترونز، ادي البي سبستريت، وادي مشاور على الجزء الرصاصي ده، بيقول لك انزوليتور اهو الاوكسايد، تمام. والاجزاء السودا دي اللي بنسميها الكونتاكت، اللي هي ايه، بياخد من الديفيوجنز حاجه يوصل بيها كده، بنسميها الكونتاكت اهي. وفي حاجه تانية اسمها الفايا، هنروح شابتر 4 نبقى عارفين الكونتاكت والفايا دول عشان يكونكت ما بين حاجه وحاجه بلونه باللون الاسود. وادي اي مثل عاديه اهو، او مثل وان باللون الازرق زي ما انت شايف، البولي سيليكون ده بالاحمر اللي هو ايه الجيت ده، برضه ايه ترانزستور فيزيكال ستراكشر بتاع الان ديفايس، بس بيدي لك هنا يعني ازاي بقى بيتوصل فعلي يعني، تمام. بالنسبه للبي ديفايس بقول لك اول حاجه اهو سيميلارلي فور ذا ايه بي ترانزستور، ذا ستراكشر كونسيست اوف ايه، نفس الكلام عندي، هيبقى السبستريت هتبقى ان سبستريت، بتكلم على البي دلوقتي، هتبقى ان تايب سبستريت زي ما هو بقول لك كده. وبعدين الهولز اللي موجوده، الديفيوجنز اللي موجوده شمال ويمين اللي مع عليها بي بلس، دي بتبقى اوكيبايد بالايه، بالهولز هناك بالالكترونز. خد بالك يعني انت المفروض بقى في الكشكول بتاعك اللي انت بتبيض فيه الورق ده، تخلي صفحه يمين كده ان ديفايس، صفحه شمال بي ديفايس، وتكتب اللي هنا واللي هنا، بحيث انت مجرد ما هتبص كده لما تكتب ده بدقه يعني، هتلاقي ان انت على طول عارف الديفرنس ما بين ده وده ايه. ادي ده ان سبستريت، ده بي سبستريت، ادي ان ديفيوجنز اوكيبايد بالهولز الالكترونز، البي ديفيوجنز اوكيبايد بالهولز، كلام زي كده. الكرنت هنا ماجوريتي الكترونز، هنا في البي ديفايس الهولز، واخد بالك. وزي ما قلنا في الانترودكشن واحنا بنتكلم عن ترانزستور 3، ان انا بسمي ده ايه، يوني بولر ترانزستور، لانه الكرنت يا اما الكترونز يا اما هولز. فهنا بقول لك ده الاختلاف اللي موجود. بعد كده ايه الكلام، البولي سيليكون ده هي اللي بعمل عليها الجيت، وبقول لك ان درين والسورس ايه فيزيكال ما بيختلفوش غير ان اتجاه الكرنت سواء من درين سورس او العكس. ادي البي ترانزستور اهو، واحنا قلنا برضو ايه البولي في الحالتين بالاحمر، وادي الانزوليتور الجزء الرصاصي ده اللي هو سيليكون دايوكسيد، تمام. كاتب لك سيليكون دايوكسيد انزوليتور، وبعدين كاتب لك ده السورس، وهنا ده الدرين، ودي البي ديفيوجنز، وادي الشانل ما بين الدرين والسورس اهي اللي لسه قايلين من دقيقه واحده المسميات المختلفه بتاعتها، وادي ان سبستريت، ده بالنسبه ايه للبي ديفايس. طيب هنشوف الكوندكشن كاركترستكس او كيرف بتاع الان ديفايس والبي ديفايس في حاله الانهانسمنت ترانزستور والديبليشن ترانزستور. لو انت فاكر واحنا بنتكلم على الترانزستور 3 كنا تعرضنا ل الموسفيت سواء انهانسمنت او ديبليشن. هنا بقول لك في الان موس ديفايس الماجوريتي كاريز ايه الكترون، في البي ديفايس الماجوريتي هولز. وبقول لك لو احنا ابلايد بوزيتيف فولتج على الجيت وذ ريسبكت تو السبستريت، تمام كده، عدد الالكترونز بيزيد اهو، يعني البوزيتيف بالاخضر وانا حاطط الالكترونز برضه بالاخضر عشان هو ده ايه. لو انت عايز تكتب الجمله دي مره تانيه لكل ترانزستور هتشيل بقى الشرطه دي والنيجاتيف دي وكده، يبقى بوزيتيف فولتج ابلايد لكذا وكذا ذا نمبر اوف الكترونز، وهتشيل برضه الشرطه والهول دي والسورس والدرين. لو انت هتكتبها بالنسبه للبي ديفايس يبقى هنقول نيجاتيف فولتج ابلايد تو ذا ايه وذ ريسبكت سبستريت انهانس الايه الهولز في الايه شانل اند انكريز ايه كوندكتيفيتي بين درين والسورس، تمام. دي اول حاجه كده، يبقى ايه كل ترانزستور برضه من الحاجات الديفرنس اللي انت بتجمعها وبتكتبها في الورق بتاعك. بعرف لي حاجه اسمها ثري شولد فولتج، تمام. ديفاين ذات فولتج ايه الفولت اللي هو جاست ان يوصل ما بين درين والسورس، يعني في حالة ما يبقى فيه كارنت هو أقل فولتج هنا اللي ممكن يسبب لي أو يخلي فيه كوندكشن ما بين درين والسورس، يعني حاجة كده قليلة مش هيأدي الفانكشن بتاعته فيري ويل صحيح، إنما هيبقى جاست إن هو بيكوندكت، تمام. لو كان الفولتج أبلايد على الجيت أقل من 3 شولت فولتج أهو للشانل إسكاتور، هو كاتب لك بالشكل اللي قدامك ده. وانت بترسم الكيرفات اللي هنشوفها بعد كده الكوندكشن كاركترستيك، بقول لك خد بالك ان في فولتج ما بين درين والسورس ده موجود، ده موجود. يعني احنا لو قلنا حته دلوقتي وبعدين هنتعرض لها بالتفصيل بعد كده، الفولتج على الجيت البي جي اس ده، تمام، بيوجد لي يعني في حاجتين بيوجدوا الشانل ما بين درين والسورس، بيجيب لي الالكترونز او الهولز عشان يخليها ايه
موجودة بين درين وسورس، اعمل لي حاجة اسمها تشانل كده في جي اس ده. طب الفولتج ما بين درين وسورس، هو انت بتابلاي الفولتج على الدرين قيمته في دي اس عشان يوجد فرق في البولاريتي ما بين درين وسورس، بحيث يخلي الاف مثلا يتحرك كده او كده، او الهولد اتجاه الحركة بتاعتها يبتدي ايه يعني هنا بجريتك الالكتريك فيلد يخليها تتحرك من شمال ليمين من درين لسورس، والفولتج ابلايد على الجيت بيعمل الكتريك فيلد كده ايه فيرتيكال، يخلي الالكترون هي اللي تيجي عشان تعمل ايه ان تشانل، او الهولز هي اللي تيجي عشان تعمل بي تشانل. ده حته سريعه كده يعني ايه. ففي كل الاحوال عشان ندرس الكوندكشن كاركترستيك دي لازم يبقى فيه ايه فولتج في دي اس. لو انت بصيت على الفيجر 2 3 او كاتب الان ديفايس والبي ديفايس في حاله الانهانسمنت وفي حاله الدبليشن، تمام كده. وبقول لك في اللون الاخضر تحت خالص اهو اسيومنج فيكسد في دي اس، يعني دي لو ما كتبتهاش او مش موجوده هنا تنقص درجه على الكلام ده، لانه لو في دي اس ده بزيرو يبقى ما فيش لا كرنت ولا حاجه، ولا هتعرف تفيت اللي هي الكيرفز اللي قدامك دي. خلاص كده استبينا. يبقى الكلمه دي مهمه بالنسبه لنا اللي هي ايه، انه في فولتج ما بين درين والسورس. طيب الفيجر 2 3 اللي احنا شفناه ايه اهو، يعني ال N وال B في الحالتين ال enhancement وال depletion احنا هنبتدي نقطعهم يعني اجزاء مع بعضين. يعني احنا عايزين نعرف زي ما كنا بنتكلم في شابتر واحد او في ال definitions او حاجه زي كده، في الترانزستور 3 كنا بنقول في حاجه اسمها enhancement وفي حاجه اسمها depletion. انت لما تيجي تاخد ان ديفايس او انهانسمنت او ان ديفايس ديبليشن عشان سهل ان انت تبقى تقارن بينهم وتقول انه ده يبقى فيه مواصفات كذا وكذا، وعايز تتكلم على الانهانسمنت ترانزستور هتاخد الان والبي بتوعه وتبتدي ايه تبص عليه. طيب الفيجر بقى اول ما قطعنا الكلام ده ادي الان تشانل انهانسمنت ترانزستور والان تشانل ديبليشن ترانزستور، خلاص التو فيجر قدامك اهو، وفوق كاتبين الايه ان موس ديفايس انهانسمنت اند دي مود اللي هو ديبليشن ترانزستور. بص الكاركترستيك بتاع الانهانسمنت عامله ازاي، يعني من الزيرو ماشي الفولتج بيساوي زيرو لغايه ما وصل في تي ان اللي هو ثري سول فولتج بتاع الان ديفايس، وابتدى بقى ايه يبقى فيه كرنت. المره الرابعه نقول ايه اسيومنج فيكسد في دي اس، يعني في فولتج على الدرين ابلاي، لانه لو ما فيش الفولت ده وبيساوي صفر يبقى ما فيش بولاريتي فارق ما بين الدرين والسورس، فبالتالي ما فيش حاجه هتتحرك. طيب بص على الديبليشن بقى، لما كان عند الزيرو يعني الفولت ابلايد بالزيرو، لا ده هو اوريدي بقى ايه في كارنت قيمته القيمه اللي هي ايه التقاطع مع الواي اكسس ده، لو كاتب له اي دي اس اهو، بقى لما كان هنا فولتج زيرو كان ما فيش كارنت الاي بي زيرو اهو لغايه ما راح ثري شولد فولتج عند الايه البي تي ان، ويبتدي هنا. طيب البي ديفايس الان ديفايس وعند الزيرو فولتج اهو، يعني ناقص في تي ان ثري شولت فولتج ده، لما يروح عند زيرو لا ده هو اوريدي فيه كرنت. يبقى انت لو عايز تعمل ديفينيشن او تعرف الانهانسمنت والديبليشن ترانزستور ده احنا كاتبينه في ستيتمنت مختلفه او ابستراكت، ده اهي الان تشانل device with positive VT are known as enhancement transistors and the negative threshold voltage known as depletion transistor. Threshold voltage كان بالبوزيتيف عند ال N device وكان بالنيجاتيف عند ال A ال B device. أو حاجة تانية هنا ال cut off by A no conducting with zero لما كان إيه voltage زي ما إحنا قلنا ب زيرو الكرنت بزيرو لغايه ما يوصل ثري شولت فولتج، ده بعرفه ايه انهانسمنت مود ترانزستور. ولكن الديفايس اللي هو بيكوندكت عند الزيرو جيت فولتج بسميه ديبليشن مود ديفايس. ادي ده ملخص الحته دي اللي هو حاولنا نظهرها من اول الكيرف اللي هو ده. يبقى خدنا الان ديفايس في الانهانسمنت والان ديفايس في الديبليشن
عشان نشوف نخلص من حتة المقارنة بتاع الانهانسمنت مود والديبليشن مود. اهو هنا الفولتج عند البيزيرو، الترانزستور هنا اوف، البيزيرو الترانزستور هنا اون، زيرو الكرنت بيساوي زيرو زي ما انت شايف الشكل اللي قدامك كده. طيب البي موس ديفايس انهانسمنت وديبليشن، نفس يعني طبعا انت لما هتعرف الديبليشن والانهانسمنت مش شرط ان انا استعرض الان مع الان والبي مع البي، يعني هو واحد يوضح لنا الصوره خلاص مش محتاج. انما هنا زياده طالما الرسومات موجوده وافيلبل ان احنا ممكن نستخدمها، ادي الايه البي جي اس وادي البي شانل انهانسمنت، هتبص تلاقي ايه الفولتج بتاعه بقى بالنيجاتيف، ما هو اصل الدول بتاع الان ده انهانسمنت، يعني هناك كان الفولت مثلا ثريشولد بتاع الان ديفايس انهانسمنت ان ديفايس مثلا 1 فولت، هتلاقي هنا في البي ديفايس بتاعه ناقص 1 فولت. التاني برضو الدول بتاع البي شانل ديبليشن ترانزستور هو الدول بتاع الان شانل اللي كنا بنستعرضه من شويه، تمام كده. طيب هنا ان موس وبي موس ديفايس انهانسمنت مود، طيب الانهانسمنت احنا قلنا في ان ديفايس وبي ديفايس، روح للشجره بتاع الترانزستور اللي كنا عرضناها في الانترودكشن او في الجزء الاولاني خالص في اول محاضره، ادي انا بتكلم على الان والبي اهم، بص ادي الان ديفايس كنت انت شايف الكلام ده من شويه اهو، زيرو لغايه ما يوصل ثري شولد فولتج بتاع الان ديفايس ويبتدي ايه الكرنت يوصل. طيب البي عند الناقص ثري شولد فولتج يبتدي زي كده. بص هنا الواي اكس الاثنين مش ايه الايند مع بعض يعني، لا بص على الرسمه اللي بعديها، احنا هنخلي ده تحت ده اهو عشان يبقى سهل ان انت تبقى عارف ايه انه ده هو الديول بتاع ده، لان ديفايس كان الثري شولد فولتج بتاعه بالبوزيتيف، البي ديفايس اللي هو الايه انهانسمنت مود، الناس تبقى واخده بالها من الحته دي، والثري شولد فولتج بتاع البي ديفايس ناقص بالناقص، يعني لو ده زي ما بقول 1 فولت ثريشولد يبقى ده ناقص 1 فولت ثريشولد بتاع الايه البي ديفايس. هنا الان والبي ديفايس ديبليشن مود برضه مقاسمين بعض كده، الواي اكسس حاطينهم راندوم اهو، المفروض في الفيجر الثاني يعني كنا نبقى عاملين واحد زي الان والبي في حاله اهو زي ده كده بالنسبه للديبليشن، ما عملناش بقى بمنطق ان انت خلاص عرفتها، ويعني ايه لما تحط الاثنين على بعض بحيث لما تيجي ترسم، لو انت عايز ترسمهم بقى في فيجر واحد، احنا عاملين ادي يونت واحده اهي، شوفهم مرسومين في فيجر ثلاثه، لا مش موجودين في فيجر ثلاثه على حته واحده، انما ممكن ايه اهو لو انت كده جيت في الحته دي وخدت الجزء ده رسمته، هيبقى في الربع الاولاني فيه الكاركترستيك بتاع الان ديفايس، في الربع الثالث الكاركترستيك بتاع الايه البي ديفايس انهانسمنت في شكل واحد في رسمه واحده، يعني دي تبقى مش موجوده، واكمل هنا كده. لذلك لما تيجي ترسم وتبقى يعني ايه بقت ايدك واخده على الرسم ده، بتيجي هنا من فوق لتحت كده ماشي، وبعدين تطلع في الشمال وتنزل تاني، والاثنين يبقوا ايه يعني مكملين لبعض على طول يعني. وادي الملخص عشان يبقى انت لو بيجي لك ديفايند الانهانسمنت مود والديبليشن مود، الكلمتين دول بيتقالوا، الكوندكشن كيرفز اللي احنا استعرضناها دي بتترسم بطريقه واضحه، وانت زي ما بقول ايه يعني انت بتقرا الكلام ده وبتسمعه فرصه، يعني انت بتاخد المحاضره لما بتبقى زمان كنا في نبقى لايف في المدرج وكده، يعني لو انت مش صاحي ومركز وكده في حاجات هتضيع منك. انت دلوقتي الفيديو ده افيلبل معاك على طول الوقت، يعني اي وقت هات واسمع تاني وشوف الايه الكلام بيقول ايه. طب عشان نقول ان انت هتستخدم ترانزستور دي از سويتش، حته من الكتاب اللي كنت بتاخده في الميجرمنتس، يعني بنقول الفكره بتاعت الايه الان ديفايس والبي ديفايس ان هم يستخدموا از سويتش، يعني في طبعا خلاص الان ديفايس احنا قلنا ايه الفولتج ابلايد على الجيت بالبوزيتيف، البي ديفايس الفولتج ابلايد على الجيت بالنيجاتيف، الاكبر فولت في الدايره البي دي دي بالنسبه للان ديفايس، الناقص البي دي دي بالنسبه للبي ديفايس، الكلام اللي ايه هنبص على الكاركترستيك على طول عشان لما نقول ايه فيريفاي او انديكيت او شو او ديسكاس الموس ترانزستور از سويتش ايديا،
انت عندك ادي ال ان ديفايس اهو، ادي ال ان ديفايس اهو. طبعا انت ممكن ترسمه زي ما انت شايفه في الفيجر الاولاني خالص، اللي هو في الفيجر 2-1 الفيزيكال ستراكشر وجنبيه السيمبل بتاعه، بس هنا بيظهر لك الثلاث حاجات الجيت والدرين والسورس، كل الكترود بتاع واحد فيهم يعني اهو بالشكل ده. وادي اللي ابلايد على الدرين اهو البي دي دي ده، تمام. وادي هنا الفولتج ابلايد اهو بالبوزيتيف، ادي الزيرو وادي الماكسيمم اهو، ادي البلس اللي هي ابلايد على الانبوت هنا اهو، هو ايه الكاركترستيك دي. الاوت بتاع الترانزستور اهو متاخد بين الدرين والسورس اهو زي ما انت شايف كده، ده جراوند ده اهو، وادي البي اوت اهو، وادي الكاركترستيك بتاع البي اوت اهو، تمام. لما كان الفولتج عند الزيرو خلاص فولتج ارجع تاني للايه، ودايما تبقى حاطط في اعتبارك الكيرف اللي احنا وريناه، قلنا الفولتج ابلايد على الجيت بتاع الان ديفايس بزيرو يبقى ترانزستور اوف، لو هنا كده زيرو ده هنا كده هيبقى ترانزستور اوف، تمام، كانه اوبن سيرك يعني، من هنا لهنا كده ده بيمثل لي اوبن سيرك. طيب الفولتج بقى اللي هيبقى مسمع على الرجل دي كده من هنا بتاع الاوت ده هيبقى هو ايه البي دي دي اهو، ادي البي دي دي تقريبا 15 10 وتفر، ادي ايه البي دي دي لما كان ايه، لما كان الفولتج ابلايد على الجيت هنا بالزيرو. طب لما راح للواحد يعني سيب بقى الان بتوين دي نستعرضها في لقطه ثانيه يعني. لما راح للواحد يعني ايه قيمه البي دي دي يعني ابلايد على الجيت هنا في دي دي يعني المسافه دي كده على الجيت على السورس او السبستريت، عشان لما هنقول بعد كده في الان ديفايس السبستريت والسورس كونكتد بالايه الجراوند، فبالتالي لو قلت البي جي اس هنا في الان ديفايس هو الفرق ما بين الجيت والسورس او الجيت والسبستريت، كلامك يمشي مفيش مشكله، تمام. لما كان بالبوزيتيف هو طبعا بي دي دي معناه انه اكبر من ثري شولد فولتج بتاع الان ديفايس، يعني هيخلي الان كوندكت يعني هيبقى الكارنت ماشي في الحته دي كده. طبعا واحد هيطرح ذهنه على طول لما دي بقت شورت سيركت كده بقت دي مثلا زيرو، يعني ايه يعني كانه الفولتج في الحاله دي بزيرو الاول، فهو لما كان هنا بالواحد او البي دي دي ادي البوش نزل، لا ده هو ايه الجراوند اهو تحت خالص في الرسمه اللي على اليمين خالص دي الجراوند، بص ظاهر اهو، فالكيرف بتاع الاوت اهو اللي هو المستطيل ده واللي طالع ونازل ده ما نزلش للزيرو، ما راحش للزيرو هنا، لا ده في فولتج في قيمه قليله ورجع طلع تاني لما بقى ايه لما بقى الفولتج ابلايد بالزيرو. ادي ده بقول لك ده كله كده الفي دي دي او الفي اوت الفي اوت، تمام. طب القيمه بقى اللي هي تحت اللي هي ما بين الخطين الداش دي اللي هو كاتبها لك اهو ده ايه اي دي ار دي اللي هو الفولتج دروب على الار دي، يعني انت خلاص لما عملت شورت سيركت هنا يجي واحد يقول لك ما خلاص الاوت ايه هيبقى بزيرو، يعني خلاص انت شديت الخط ده، لا في فولتج هنا هيسمع بالقيمه القليله قوي دي اللي انت شايفها بالشكل ده. لو رحت انت للبي ديفايس ادي برضو ايه سورس والدرين والناقص في دي دي بالشكل ده، ادي الانبوت كاركترستكس وادي الاوت بتاعك، واخد بالك؟ لما كان هنا ايه ده خلاص البلس اللي ابلايد عليه بالنيجاتيف، ادي من الزائد اهو الزيرو اهو ثم رايح لناقص واحد فولت او ناقص البي دي دي، هيجي ابلايد الكلام ده لما كان ايه بالبوزيتيف خلاص هو بيكوندكت الترانزستور، تمام. لما كان هنا بالبوزيتيف اهو هيبقى يخلي ده اوبن سيركت هيسمع لي هنا بالناقص بي دي دي، القيمه اللي عندي دي اهي تقريبا ناقص بي دي دي، تمام. لما يبتدي عند الناقص واحد او عند الناقص البي دي دي هيبتدي يعمل شورت سيركت هيخلي ايه الفولتج دروب هنا على الار دي هيطلع ايه يوصل للقيمه اللي هنا برضو مش هيروح لل اقل للزيرو يعني، لا هيبقى ناقص اي دي في ار دي، يعني هنا الخساره ناقص الفي دي 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 كلها هنا ناقص اي دي في ار دي، هنا كان الفولتج القليل اللي موجود كان اي دي في ار دي، اي دي اللي هو ايه الفولتج ربع على الريزيستور دي نيجاتيف جيت فولتج فور ايه سويتش اون، يعني الفولت بالنيجاتيف عشان يخلي ده ايه الاون
ويبقى في شورت ما بين الدرين والسورس. لما بيبقى بالبوزيتيف عكس الان ديفايس، اذا كان بالبوزيتيف على الان ديفايس بيخليه اون، هنا بالبوزيتيف او طبعا ده بالكبير لانه هنا بالناقص ناقص 10 ناقص 15 ده هنا صفر، يعني يبقى اوريدي هو ده البوزيتيف او هو ده الفولتج الاكبر يعني. تمام خلاص. طيب لو انا بصيت على بالنسبه للان ديفايس، لما كنت انا ابلايد على الجيت اللي الزيرو فولتج ده زيرو، كان الريسبونس بتاع الفلتر السورس الديفايس ده ايه؟ بص عند الفي دي دي، يعني مديني الارم او مديني فولت او مديني الريسبونس اعلى قيمه كبيره اهو، لما كان الايه الكنترول الفولتج على الجيت زيرو فولت. طب لما كان بالواحد كان ده شورت سيركت، فكان القيمه الريسبونس بتاعه القليل ده اللي هو اي دي في ار دي، وكاتب لك بين قوسين اون اهو، يعني الترانزستور كان اون. يعني ايه؟ يعني لما كان زيرو كان الريسبونس اعلى، لما كان بالواحد او البي دي دي كان الريسبونس اقل. عشان كده بيظهر لنا ديفينيشن او مسمى انه الان ديفايس ده هو جود فور زيرو بور فور 1. نقول تاني، جود فور زيرو بور فور 1 او بيرفكت فور زيرو ان بيرفكت فور 1. تمام كده؟ لما كان ايه بنسميه بالشكل. لو رحت انت للبي، لو رحت للبي كان هنا ايه زيرو ده بيخليه اوف، النيجاتيف او هايلي نيجاتيف دي بيخليه اون. فتبص تلاقي الريسبونس بتاعه اعلى فين؟ في حاله لما كان ايه بالواحد، يعني جود فور 1 بور فور 0، جود فور 1 بور فور 0. هنا يعني بقول لك سينس جيت تيرمينال موسفيت انزوليتد، احنا قلنا تحت الجيت في سيليكون دايوكسيد، الطبقه اللي انت شفتها مره بالرصاصي وشفتها مره بالاسود في الاستراكشر اللي في الكتاب عندك، عشان كده بقول لك ما فيش ليكج ما بين الايه والدرين والجيت، يعني ما فيش اي تسريب هنا في الحته دي، مش زي اللي حاصل في الدي فيت. يعني this results in input resistance even higher than اللي موجوده في الجي فيت ترانزستور. تمام. وهنا بقول لك انه فيه سمول ليكج ما بين درين والسورس، اللي احنا كنا بنقول ايه الكرنت اللي هو مضروب في الار دي اللي هو بيدي الفولتج دروب اللي هو الصغير ده. انا بقول لك زي سمول ايه درين سورس ليكج كرنت which ايه cause some voltage drop على الار دي when the most transistor is off. يعني يبقى طلعنا من الفكره من هنا من اللي ايه عشان دي هنا واضحة أكتر من لما نتكلم في الموس ترانزستور سواء إن موس أو بي موس. خلصنا منها الإن ترانزستور جود فور زيرو بور فور 1، البي ديفايس جود فور 1 بور فور 0. إحنا قلنا من الأول الرسم خالص في الكوندكشن كاركترستيك كله ده الديول بتاع ده. تمام كده. موس ترانزستور سويتشز هو بيقول إن أنت ممكن تستخدمه أز سويتش، طبعا سويتش في المناطق اللي هي كريتيكال، يعني عند الزيرو عند الواحد عند كذا اللي هو ايه يعني التغير يبقى حاد كده فيه، فبدل اون يبقى اوف، اوف يبقى اون، كلام زي كده. بيقول لك ذا جيت كنترول ذا كارنت بتوين سورس او درين، يعني الفولتج اللي ابلايد على الجيت ده هو بيكنترول الكارنت ما بين الاثنين، واحيانا يقول الفولتج ابلايد على الجيت بموديليت الكارنت ما بين السورس والدرين، يعني هو المتحكم فيه. وهنا بقول لك يعني ان انت هتستخدمه از سويتش اون او اوف سويتشز في بعض المواضع اللي هو ايه زي ما انا بقول الزيرو والواحد او المناطق اللي هي كده. هو هنا هيعرف التو باور سورس اللي هو ممكن يستخدمهم او اللي موجودين عندنا في الدايره بالنسبه للهاي لوجيك 1، يعني بقول لك لوجيك 1 ده اللي موجود او هاي فولتج عندي اللي هو ريفير لي كأرقام، بقول لك من 1.5 لغاية 15، يعني يمشي حاجة زي كده 1.5 10 5 15 كلام زي كده يعني. وكولد ايه الباور او بالمختصر بي دبليو ار اور في دي دي. تمام كده، يعني خلاص بالنسبة للهاي فولتج
اللي عندي في الدايرة أهو البي دي دي أو البي دبليو آر أو الباور أو اللوجيك 1، دي كلها إيه؟ طيب بالنسبة للوجيك 0 اللي هو أقل فولتج في الدايرة، مش بالضرورة إن هو يبقى 0، وأعلى فولتج مش ضروري إن هو يبقى يعني رقم محدد أو كده، زي ما قلنا 1.5 لغاية 15 يمشي. فالزيرو ده هو أقل فولتج في الدايرة، مش بالضرورة إن هو إيه ده لوجيك زيرو، وممكن أسميه إيه الجراوند أو المختصر جي إن دي أو في إس إس. في إس إس يبقى في إس إس ده اللي هو أقل فولتج في الدايرة، دول اللي هو عايز يظهرهم لي هنا بالشكل ده، وكاتب لك الحوار ده كله. هنروح للرسم على طول. بص ال N device أهو، هو طبعا ممكن تعمله بالعلبة اللي انت شايفها، وممكن ترسمه زي الشكل اللي احنا استعرضناه في اول الشابتر. ادي ال N device اهو، ادي ال S دي الفولتج اللي هو داخل على ابلايد على الجيت هنا، وال A وال B يعني انت ابلايد هنا حاجة هتعدي الناحية التانية. امتى؟ لما الشرط بيبقى بتاع ال S ده او الكنترول محقق ان ال N device ده يبقى شورت سيركت، او ممكن يعمله بالشكل اللي قدامك ده، بس الشكل اللي هو ده يغني عن المعلبات اللي انت شايفها دي، انما المعلبات دي او المربع اللي انت شايفه ده مش هيغني عن الرسمه دي. ادي بقول لك الاي والبي، لما كان الاس بزيرو احنا عارفين الان ديفايس هيبقى اوبن اهو، يبقى الاي مش هيعدي عند البي، تمام. وفي الحاله دي بسميه ايه جود ترانزستور او جود فور زيرو اهو. ادي الانبوت اهو، وادي هيبقى بالشكل. انا يعني بتكلم عن الريسبونس، يعني ما حدش يقول ان هو ايه بقى شورت سيركت، لا مش كده، انما عايز يقول الريسبونس اللي هيسمع من خلال الحته دي ان هو ايه جود فور زيرو. طيب هنا لما كان ايه اس بواحد، الكنترول بواحد، يعني الفولتج ده اللي احنا لسه قايلين من شويه هي ايه اللي هي البي دي دي او اللي هي الهاي فولتج في الدايره اللي هي اللوجيك 1، تمام، هيبقى ترانزستور اون خلاص. الاي والبي دول هيكونكت كده مع بعضهم، يبقى هنا شورت سيركت او زي ما هو عامل كده، بالتالي هي ايه هيعدي، بس يعدي الريسبونس بتاعه هيبقى قليل زي ما شفنا في الرسمه السويتشنج ترانزستور ايديا. وهنا ايه بور فور 1، يبقى ادي الان ديفايس اهو، الحاجات المختلفه بتاعته، ادي السكيماتيك ايكون بتاعه اهو، ادي الجيت، ادي السورس والدرين الاي والبي، وبيعدي لي بيوضح لي بالشكل ده. لو الاس بزيرو الكنترول بزيرو، يعني لو فولت زيرو ابلايد على الجيت يبقى ايه اوبن سيركت، لو بالبي دي دي او باللوجيك 1 هيبقى ايه شورت سيركت، والاي هيعدل البي ار بس بالقيمه زي ما انت شفتها قبل كده. ادي هنا ملخصها اللي احنا بنقول ايه، الان ديفايس هيبقى ايه بيرفكت زيرو واند ايه واند بيرفكت سويتش وان ايه باسنج اللي هو اللوجيك 1. وكاتب لك اللي احنا بصينا على الفيجر دي مع بعض اللي هو 2 ايه و2 بي والكلام ده كله. يعني لما اروح للبي ديفايس اروح للرسم على طول اهو، ادي البي ديفايس خلاص الشكل ده عن الان ديفايس ظاهر بالايه الدايره اللي هنا دي، البابل اللي موجوده دي بتقول لي انه ده بي ترانزستور. ادي الجيت بتاعته هنا وهنا، وادي السورس وادي الدرين. لما كان اس بزيرو اللي هو اقل فولتج كان ايه بيكوندكت، لما كان اس بواحد كان ايه اوبن سيركت، وبالتالي مش بيعدي حاجه، هنا جود فور 1 هنا بور فور 0. ده برضه ايه ملخص الكلام ده كاتبه، انه بي سويتش اولموست ايه بيرفكت فور باسنج الواحد و امبرفكت عشان يعدي الزيرو. ده شفناه زي ما قلنا في الرسم التوضيحي اللي احنا شفناه من كتاب تاني غير اللي احنا شغالين منه ده. هنا بيقول نوت البي ترانزستور الموست ترانزستور سويتش اون اند اوف فور اي كومبلمنتري فاليو اوف ذا ايه جيت سيجنال، يعني ده يشتغل اون عن قيمه التاني القيمه اللي عكسها، يعني ده جود عند الزيرو التاني جود عند الوان، يعني هو عايز يقول لك انه ده ايه الدول بتاع التاني. وادي الفيجر 2.5، ادي كل اللير اللي في الاول دي كده الاي والبي والسي، ده بيتكلم لي على الان ديفايس، والدي والاي والاف بيتكلم على البي ديفايس. طيب
هو اذا خلاص الترانزستور اللي عندك دول ال N ديفايس وال B ديفايس، ده كويس في حته والتاني كويس في حته تانيه، صح؟ هو قال والله انا لو عملت كومبينيشن من ال N ديفايس وال B ديفايس مع بعضيهم، بحيث لما يبقى الشرط ده يحقق ال N يشتغل، هيشتغل بطريقه كويسه او يبقى جود فور زيرو. لما يبقى الكلام بالكونديشن بتاع الزيرو ده، ال N هيبقى هو اللي شغال، بالتالي هيبقى الريسبونس بتاعه احسن. لما يبقى بالواحد اللي هو الريسبونس بتاع البي بيبقى كويس، هو يشتغل. وقال انا هعملهم الاثنين بارل زي بعض، ايه زي الشكل اللي قدامك ده. ده هنا ظاهر اكتر الان والبي ديفايس، اهو ادي الان ديفايس هنا اهو، وادي البي ديفايس، وخدهم الاثنين بارل مع بعض، وادي الايه الدرين والسورس بتوع الاثنين مع بعض اهو، وادي الكنترول سيجنال اللي هي داخله على الجيت بتاع البي الان ديفايس، والديول بتاعها اللي داخل على الجيت بتاع البي ديفايس، هم مضروبين مع بعض كده في العلبه دي وكده شكلها. انما هي هم عباره برضه عن الاثنين ترانزستور دول، ما يحط السيمبل بالشكل ده او يحطه بالشكل ده او اشكال مختلفه. هنوريك فيجر تاني اهو، اشكال مختلفه للترانسميشن جيت او الباس جيت دي برضه، دي كلها ايه، انما التفصيل بتاعها اللي هو ده خلاص. يبقى هو هنا هيجمع بقى بين الحسنيين، هياخد الحاجه الجود بالنسبه لان ديفايس شو جود فور زيرو اهو، هيشغل ايه الانبوت يروح للاوت جود فور زيرو. طيب هو مش كويس في الحته الثانيه، البي يشتغل الانبوت والاوت جود فور 1، يعني ترانسميشن جيت دي هيسميها المسميات المختلفه عشان تبقى عارف يعني ايه الترانسميشن جيت او الباس جيت او كومبلمنتري سويتش، تمام كده بيستخدمها. هتحقق له الغرضين، انه اللي هتعدي الجود فور زيرو وجود فور 1، يعني في كل الاحوال اهو القيم بتاعتها اهو سويتش كاركترستكس في الحالتين جود فور كذا وجود فور كذا. الان لوحده كان جود هنا وبور هنا، البي لوحده كان جود هنا وبور هنا. يا رب الفكره تبقى واضحه، وزي ما اقول انت لازم ايه تشتغل دي كويس. وادي الايقونات المختلفه، الفيجرز المختلفه اللي ادي الترانسميشن جيت او الباس ترانزستور او الكومبلمنتري سويتش، ادي ثلاث اشكال قدامك اهو، وادي كمان الاثنين اللي قدامك هنا دول اللي هم في الفيجر ايه ده، تمام. وتروح للشكل النهائي اهو، دول كلهم دول كلهم كده ايه، الخمسه دول اشكال للترانسميشن جيت دي اللي هي واضحه. ايا كان الاشكال اللي قدامك دي، هو فيها ال N ديفايس وال B ديفايس، تمام. هنا خد بالك من الحته دي مهم، بقول ايه، طب انت عندك الترانسميشن جيت وعندي الكنترول سيجنال اللي هي راح على الجيت، لما يقول لك الكنترول سيجنال بواحد هتاخدها كده تشدها على طول وتروح توديها على ال N ترانزستور، الديول بتاعها هو يروح على البي. يعني لما يقول لك الكنترول بزيرو اهو، زي ايه في الجمله اللي قدامنا دي، the control signal is applied to N transistor and the complement بتاعها يروح على البي ترانزستور. يبقى هو لما اقول لك في المساله او في الحته اللي عايزك تدسكس ات، يعني ده هي فيها الكنترول سيجنال بزيرو ويكمل كلام خلاص، يبقى انت عارف لما تيجي تعمل ترانسميشن جيت الكنترول اللي داخل على الان ديفايس هو الزيرو، والديول الواحد هو اللي رايح على البي، تمام كده. يعني دي اهو ده عباره عن كونديشن. ده كده ايه اخر حاجه في المحاضره دي، ونتمنى ان الدنيا تبقى واضحه، هنبعتها لكم ان شاء الله. السلام عليكم.